بنسال على كام؟ على 4. طب وبعدين تاني خطوه بكتب حاجه اسمها الديفرنس. حاجه اسمها الايه؟ ديفرنس. ايه الديفرنس ده؟ ديفرنس اللي هبدا اشوف، بص على الطابور الله يكرمك الله، الديفرنس هتلاقيه ده عباره عن ايه؟ اللي هطرح كل رقم من الارقام اللي مديها لك من وسط، هشوف فرق كل رقم من الارقام اللي مديها لك عن المتوسط. يعني الاثنين فرق عن الخمسه ناقص ثلاثه، الثاني ناقص ثلاثه، الثلاثه فرق عن الخمسه ناقص اثنين، الخمسه فرق عن الخمسه صفر، العشره فرق عن الخمسه خمسه. يبقى انا كده حسبت حاجه اسمها الديفرنس اللي هو الفرق بين المتوسط وبين الارقام اللي هو مديها لك. حلو الكلام. بعد ما حسبت المتوسط تحصل حاجه اسمها الفاريانس. حاجه اسمها ايه؟ فاريانس. الفاريانس ده بنسميه معامل الاختلاف. معامل الاختلاف. الفاريانس بيساوي ايه؟ الارقام اللي طلعت دي اللي هي الديفرنس، ربحها كلها بالتربيع يعني. وبعد ما تربحها اقسمها على عدد الارقام ناقص واحد. اقسمها على ان ناقص واحد. يعني هقسم على كام؟ هقسم على ثلاثه. يبقى ربع كده 9 زائد 4 زائد ولا حاجه زائد 25 على ان ناقص واحد، يعني 4 ناقص واحد يبقى 3، هيديك كام؟ 9 4 13 و25 دي كام؟ كام؟ 33 على 3 يبقى 4 كام دي؟ 6 4 3 يبقى 12، يبقى حوالي 12.6%، صح؟ يبقى يديك كام؟ 12.66%. ده اسمه الايه؟ اسمه الفاريانس، معامل الاختلاف. هو المسألة أصلاً عايزة إيه؟ عاوز حاجة اسمها ستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن بيساوي الجذر التربيعي للفاريانس. يعني الرقم ده هل الجذر بتاعه هيديك اللي انت عايزه اللي هو ايه؟ الستاندرد ديفيشن. طبعا الطريقه معقده شويه بس ولا جت ام سي كيو في الامتحان. جت ام سي كيو في ضرر وحالها. جت ام سي كيو في ضرر وحالها في الامتحان. لا هعمل حاجه. طبعا هو حاطط لك حاجتين مش هتتحل يعني. وفي دماغه بقى انه كده بيعقل الناس وسؤال بضرر وهوديكوا ازاي مش عارف انكم بتقعدوا في البطه جحا 50 درجه 50 درجه بالجحا 50 درجه. في سؤال ب 10 50 درجه. ايه؟ طب عشان ده اشقر طول. هو جاب مساله صفر بالظبط، قال لك على جروب ايربو هتشايلد الارقام الاوبجكتيف كانت كذا وكذا 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 منها الله يسترك احسب الاسمه ديفيشن وراح مديك ارقام والطريق بقى. خد بالك معايا افهموا افهموا دلوقتي. انا بقول لك ان الاستاندرد ديفيشن هو جذر تربيعي صح؟ ما ينفعش يطلع بالنيجاتيف. الاستاندرد ديفيشن ما ينفعش يطلع بالنيجاتيف. مديك في الاختيارات ثلاثه نيجاتيف واثنين بالبوزيتيف. طب ما انت لو غلطت في واحده من الاثنين بوزيتيف مسموح لك زي بعض والله ممكن تطلع معايا وتديك الدرجه. لما تعملوا السنه دي مش هتبقى نيجاتيف يبقى انت حمار حمار حمار. ازاي جاب لي تشجيع يطلع بالنيجاتيف؟ كل طلع لا والله نيجاتيف ليه مش سهل يا عم ما ينفعش بالنيجاتيف. انت جاب لي تشجيع جاب لي لازم يطلع بالبوزيتيف. شوف الكلام الستاندرد ديفيشن رقم بوزيتيف خلاص رقم بوزيتيف وعامل انحراف رقم بوزيتيف. ركزوا معايا. يبقى احنا قلنا كده ايه؟ لو اتهبل في عقده بالذات في جاوند ممكن يعملها والله يتهبل في عقده. واللي عندهم جاوند هتتهبل في المراجعه حاجه اسمها اتش جي سكور معادلات ثانيه. ستاندرد ديفيشن سكور معادلات ثانيه بارقام ثانيه ربنا يكرمكم. خد بالك معايا. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ قلنا حاجه اسمها معامل انحراف اللي هو الستاندرد ايه؟ ديفيشن. نرجع لموضوعنا احنا بنتكلم في الشورت سكشر او انا كده ثاني بسرعه كده. لما يديك ارقام في المساله ويقول لك احسب منها حاجه اسمها ستاندرد ديفيشن او اول حاجه احسب الارقام دي اجيب ده المتوسط يعني اجمعهم على بعض واقسمهم على عدد الارقام هيروح مديك المتوسط دول على بعض 20 على 4 يجيب 5. حلو. بعد ما اخد المتوسط احسب حاجه اسمها الديفرنس. الديفرنس اللي هو الفرق الفرق بين ايه؟ الفرق بين المتوسط اللي حسبته ومن الارقام اللي هو مديها لك تروح تجرب الرقم وتجيب الفرق بتاعه. 2 من 5 3 3 من 5 2 5 من 5 0 10 من 5 5. وبعدين احسب حاجه اسمها الفاريانس اللي هو معامل الاختلاف لان الاس دي بتساوي الجذر التربيعي للفاريانس. لازم اجيب الاول الفاريانس. الفاريانس معادلته ايه؟ الفاريانس معادلته ان انا هجمع الحاجات دي حلو الكلام نسميها ايتا ايتا 1 ايتا 4 ايتا على بعض الجمعه وبعدين ابدا اقسمه على ايه؟ على ان ناقص 1 اللي هو الارقام بتاعت هو مديك اربع ارقام يبقى ان ناقص واحد يبقى كام؟ ثلاثه. اجمعهم اجمع مربعات مش اجمعهم شخصيا يعني اربعهم 9 و4 و25 واقسمهم على كام؟ على ثلاثه. راح مديك رقم الرقم ده اسمه اختلاف مش فاريانس وعامل اختلاف. اروح انا اجيب له جذر تربيعي يديك الاس دي لوحده. هتحتاج انا احذر هتحتاج انا احذر معايا يا دكاتره؟
دي اسمها ايه؟ الفولج ده مش صعب طلب مش صعب طويله فعلا خلاص يا كابتن كده قلنا حاجه اسمها ايه الستاندرد ديفيشن يبقى نرجع للموضوع الثاني احنا قلنا ان تعريف الايه تعريف الشورت ستيتشر شورت ستيتشر معناها ان قلنا ايه عيل بيكون طوله اقل من الطفل بالسنتايل فوق ايه او قلنا عيل على الجروس كيرف بتاعه بيكون طوله 2 ستاندرد ديفيشن بلو ده مين فوق ايه معايا يا كابتن شفتوا المعادلات دي الاطفال ديفيشن ده راجل في الفيديو يبقى انا كده قلنا ايه قلنا اول حاجه التعريف عندك بعد التعريف في حاجه اسمها التول دي اسطوريه ايه يعني انت عمرك محطوط الاستاندرد في المنطقه بتاعتك ان هو 5.5 مثلا 5.5 وانت حاطط المتوسط في المساله ان المتوسط مثلا 150 سم في المساله جات لك وطلع الاستاندرد ده 5.5 يبقى عشان اقول ان ده عيان شوف الفيتشر لازم يكون ناقص 11 على 150 يعني بنت فين الطلب ديش على 150 يعني لما يكون 149 او اقل اسميه شوف الفيتشر او اقل 149 يعني اسميه شوف الفيتشر معايا قصدي 180 معايا يا كابتن ده اللي هو ليه كده اللي هو حاجه اسمها شوف الفيتشر التعريف بتاعها التولز الصغرى عندك بعد التولز وخلاص معايا بعد التولز في عندنا حاجه اسمها فاكتور ذا افكتنج الهايت طبعا تقليل معلومات عامه يعني ايه الحاجات اللي بتأثر على الطول؟ يعني ايه اللي بيخلي العيال طوال او قصيرين؟ وبقاش معايا. اولا الايج. ثاني حاجه الفكر. ثالث حاجه الريت. رابع حاجه لو عندهم امراض كوليك ديزيز. لو عندهم مال نيوتريشن. ثالث حاجه الوراثه. الوراثه اساسي. لو الاب وامه طوال الولد هيطلع طويل. ولو الاب وامه قصيرين الولد هيطلع قصير وكده. ولا يطلع قصير. بعد كده يبقى الوراثه ليها دور اساسي. الوراثه ليها دور اساسي وما دام طبي في المعادلات يبقى نكمل بقى معادلات المعادله كده برضه سهله خالص وتيجي في الام اس كيو غباء شغل الشعبانه بقى شغل الدجل وبقى معايا تروح بيت النهارده ما بقى تعمله تروح بيت النهارده تاخد ابوك صغير السبع ثمان عشر سنين ده حلو الكلام وجيب والدك ووالدتك مع حدهم وتحسسهم بقى انت يا دكتور وطبعا بقى له خمس سنين عمال يجي له احباط ورا احباط ورا احباط منك ايه؟ وقعدنا تطلع بمقبول وتحسن انك عملت يعني اللي ما اتعملش مقبول دي عندنا في الكليه ايه بدعه وقعدت لي كده ده مقبول مكتسب المهم يعني تروح انت قاعد وتحسسهم بقى انك خلاص وفقوا في العلم من اخره الشعوذه بقى وهم لحد الشعوذه الدجل قول لهم صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام انا اقول لكم الواد ده لما يكبر ويربط طول خالص ويربط طول هيفضل كالقنطره هقول لكم خالص هو عنده 10 سنين لما يبقى عنده 18 سنه مثلا وطوله يتوقف هيبقى عنده 15 ازاي يا ابني كان هنخش في علم الغيبه؟ مش علم الغيبه حاجه سحر انا بس انا بس بقول لكم باذن الله يطلع كام قصه طبعا هيوصل موت ايدك بعد كده الواد ده دكتور دكتور وخرج معايا طبعا هيبص ده كمان 3 سنين هيبص 18 سنه وتاكدوا من كلامك مش دلوقتي خد بالك معايا ازاي تحسب حاجه اسمها خد بالك معايا الطول بتاع العيل لما هيربط بنسمي المعادله دي او بنسمي الرقم ده ميد بارينتال هايت بيجي في الام اس كيو بهبل يعني ميد بارينتال هايت اسمعوا معايا هناخد حاجه اسمها الميد بارينتال هايت ميد بارينتال هايت اللي هو عباره عن ايه؟ انا لسه قايل لك اهو ميد بارينتال هايت يعني الطول اللي انا عايز الواد ده يوصل له الطول المتوقع للواد ده الطول اللي انت متوقع ان العيل ده هيوصل له لما يربط طول لما يقف على كده لما خلاص ما عادش هيكبر على كده حلو الكلام او ساعات بندلعوا او هم بيدلعوا في ليفل كيو يجيبوا بلفظ تاني وانا عارفكم نسميه تارجت هايت سنتايل تارجت هايت سنتايل يعني الطول المنشود الطول المهدود اليه يعني انت عاوز توصله تارجت هايت ايه سنتايل طب بنحسبه ازاي؟ شوف بقى الشعارات بتروح انت واخد طول الاب حلو الكلام وطول الام وتجمعهم على بعض حلو الكلام يبقى اذا ايه المين اب زائد طول الام وبعدين تبص بقى هو الصغير ده ولد ولا بنت؟ لو بتحسب لولد زود 13 لو بتحسب لبنت تطرح 13 واقسم ده كله على 2 خد بالك معايا اجمع طول الاب مع طول الام زائد 13 لو بتحسب لعيل مع 13 لو بتحسب لبنت واقسم ده كله على ايه؟ على 2 هيبقى مديك رقم الرقم ده هو الطول اللي المفروض هيوصل له بس عشان الدقه اكتر لما الرقم ده يتفارق تروح انت كاتب جنبه زائد او ناقص 5 يعني هو ده هيبقى طوله بس في احتمال 5 فوق و5 تحت يعني معلش احنا مش متخصصين ضامنين جنه يعني هيقول لك هيطلع طوله 163 سم لو جه 64 هتتبجوا مني
ما جاتش السنتي، يعني في خمسة فوق وخمسة تحت. حلو الكلام. طب مثال رقم، مثال رقم تبص بالأقطار، خد بالك معايا. امبارح في النشرة حاجة، طب مثال الأقطار بقى بالأقطار. خد بالك معايا. لو قلنا إن الأب مثلا 190 10 دقايق. يا اما حاجات تانية بقى.
الحاجات الثانية يا إما سندروم يا إما كرونيك ديزيزز وكرونيك تريتمنت بعض الأدوية يا إما بعض الاندوكراين ديزيز بعض إيه؟ الاندوكراين ديزيز. وفي الآخر أنا بتكلم كلمتين عن نورمال فاليو. لسه شرحت حاجة أقول أهو لسه شرحتهم شوية بس عناوين. يبقى قلنا في نورمال فاليو وفي سندروم وفي كرونيك ديزيز وفي اندوكراين ديزيز. لما بتشتغل بتبدا اول نورمال فاريانت اول حاجه في حاجتين في حاجه اسمها فاميليان او بنسميها جينيتك وفي حاجه اسمها كونستيتيوشنال في عندي نوعين واحد اسمه فاميليان وواحد اسمه ايه كونستيتيوشنال هاتهم بالاخر هاتهم في اخر الفيديو اشرحهم الاول يبقى عندي في فاميليان وفي كونستيتيوشنال عشان ده خمسه وسته بص انا جبتها اول حاجه عاوزين نعرف يعني ايه كلمه فاميليان شوف ستيتشر فاميليال يعني وقت ما انت كده هو طايره ومطيره 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 وانا كلها انا اصلا تعالي كده هيبقى طولي من ده بس هو كل ده تطيرات هو كله طايره يبقى فاميليال شوت ستريتشر هو الموضوع ماشي كده في العيله ولا خلاصه معايا ده كده في مجال فاميليال انما خد بالك معايا الواد ده هيوصل تارجت هايت في الطايب وايه في الزيرو يعني الواد ده في نعم هتشوفه اسمعوني الواد ده هيجيلك مثلا عنده إيه مثلا 10 سنين وطوله لسه مثلا ايه هدومك متر او متر حاجه بسيطه هو اقصر من السن هو اقصر من السن بس بالنسبه لعيلته هو شغال زي الفل ما يعرفش كلها بقول لك اقدام ده المعدل بتاعه يبقى الواد بالنسبه لسنه هو شوط التيتشر بس بالنسبه لعيلته هيوصل للتارجت هايت طيب قلنا عليه هو ام بي اتش بس دايما بنلاقيه بتلاقيه في ناحيه ناقص 5 مش بقول لك الرقم بتلاقي ام بي اتش زائد او ناقص 5 بنلاقي دايما الجيل الجديد بتلاقي اكتر من الاباء كمان يعني بيختاروا سن ورا سن بيختاروا كده ايه يوم ورا جيل جيل ورا جيل بيختاروا بتلاقي الاباء كانوا كذا بتلاقي الابناء اقصر اثنين سنتي سنتي وسنتي وهكذا لحد ما يجوا يوم هيختفوا خالص خد بالك معايا فبتلاقي دايما ان العيال بيوصلوا للتارجت ميد برينتا هاي بيوصلوا ايه للتارجت ميد برينتا هاي بس بنلاقي دايما ام بي اتش ناقص 5 يعني في الرينج اللي بالناقص مش اللي بالزايد معايا ده كده طبعا العيان ده بيبقى عنده ديفلوبمنت زي الفل مفيش اي مشاكل يعني هتلاقي ان عنده البون ايج نورمال فاكرين لما قلنا حاجه اسمها البون ايج بون ايج يعني ايه يعني باخد لك اكس راي على الليفت هاند باخد لك اكس راي على الليفت هاند وعد عندك في الاشعه حاجه اسمها الكربال سنتر كربال سنتر والكوستيفيكيشن الكربال سنتر لو تفتكروا قلنا قبل كده انك عد السنترز دي بتلاقي كور كده في الاشعه بتلاقي الف راي على اكس وبتلاقي في كور كده كور بيضة كده ببدأ اعدها واطلع منها واحد يديك حاجه اسمها البون ايج اللي هو العمر في الاشعه البون ايج بيساوي عدد السنتر ناقص واحد قالوا الكلام طبعا الطبيعي النورمال ان يكون البون ايج بيساوي الكرونولوجيكال ايج البون ايج المفروض يساوي العمر الحقيقي يعني لو مثلا العيل عنده خمس سنين المفروض او العيل عنده ثلاث سنين المفروض يكون عنده اربع سنتر اسمعوني الطفل اللي عمره 3 سنين المفروض يكون عنده 4 كربال سنتر حلو الكلام طب نعكسها اي عيل في الاشعه عنده 4 سنتر يبقى المفروض يكون عمره 3 سنين صح ولا غلط طب لو انت جبت لك اشعه فيها 4 سنتر يبقى انت هتقول ان البون ايج 3 سنين طب لو الام قالت لك لا ده عمره 5 سنين قال لا يعني عمره 5 سنين ولسه ما عندوش غير 4 سنتر يعني عمره في الاشعه 3 سنين وعمره الحقيقي 5 سنين نسميها ديلايد بون ايج نسميها ايه ديلايد بون ايج وتحصل في اي كل ديزيز بتحصل مع اي كل ايه ديزيز معايا ده كده ركزوا معايا بقى لو حصل اي تاخر في النمو يعني انما الواد ده انا بقول لك نموه طبيعي النمو بتاعه طبيعي يعني زيه زي ابوه زي اخوه كبير زي الناس كلها فبتلاقي عنده نورمال بون ايج عنده ايه نورمال بون ايج معايا ده كده يبقى العيان ده بتلاقي عنده سرعه نموه عاديه بالنسبه لاله بيوصل للدرجه السنتايل وبتلاقيه عنده نورمال بون ايج ده نسميه فاميليال او جينيتك شورت ستيتش نسميه ايه؟ فاميليال او جينيتك شورت ستيتش ناخد بقى الثانيه كونستيتيوشنال شورت ستيتش كونستيتيوشنال شورت ستيتش خد بالك معايا جات لهم مساله في اخر جوله السنه اللي فاتت كيف سيناريو في الجوله ما حدش حط لها مساله جميله لو حصلت كده عندك ده فمش كل وقت تيجي كيف سيناريو يعني كونستيتيوشنال شورت ستيتشر دي بقى توصلها ايه؟ كونستيتيوشنال اللي هو يقول لك تعال حتى الناس اللي مالهاش خطه بقى بتروح تديها اجسام واحد اجسام تديها بس اجسام تقبلش واحد بياكل يبان عليه واحد ياكل وينجل دي عادي الواد ده جسمه كده الواد ده جسمه ما بيطولش بسرعه بس هو مش مريض هو ما عندوش مرض هو معدل نموه بسيط
يسميها كونستيتيوشنال شورت ستيتش بشرط ان ما يكونش عنده اي امراض. الوالد عمل له انفستيجيشن كامله وده الابن قال له الكلام. طيب الكونستيتيوشنال ده دايما هتلاقي الام تقول لك كلمه مميزه تقول لك ايه؟ جايب لك الواد مثلا عمره 5 سنين او 4 سنين وطوله اقصر من السن تقول لك ده ابو علاء بيشتغل اللي وراه مخلفه في نفس اليوم اللي انا مخلفه فيه بس علاء ابنها الله الله اكبر عمال فرع وعمال يطلع ومش لاقي حد يلمه وعمال يطلع على فوق قالوا الكلام ده الواد ابني اللي كنت شايف كده ايه؟ ابني صغير كده بس المهم يعني وفات معايا ما بتوصلش ايه الواد بس اقول لك الواد ده كان بيدخل كويس يعني لما كنت احط علاء جنب ابني كانوا طوله زي بعض كده من جنب بعض وهم مقطوط عشان اشوف الاقارب في الاطوال الاقي الواد بيدخل كويس لحد ما وصل للسنه الثانيه من عمره لما جيت سنه سنتين كان السنه تحت بعيد عنك ليه؟ الواد غلط على كده ما طولش ولا سنتي في السنه دي يعني بيحصل له دايما بيريود وبديلي جروث ليه؟ في السنه الثانيه من عمره دي ملاحظه في كل الحالات دي ان الام تقول لك ان اكثر وقت ما كانش فيه النمو هو ايه؟ في السنه الثانيه طبعا علاء ما تبطلش النمو علاء اشتغل عمال يفتح في السنه الثانيه والغلبان الثاني قاعد ايه؟ زي ما هو فلما علاء فتح في السنه الثانيه والواد بقى زي ما هو بقى علاء اطول بعد السنه الثانيه رجع الواد ينمو ثاني ينمو ثاني بس المعدل عادي زي علاء يعني بس علاء خلاص كان بقى كده الواد ده قد كده لا ده طول كده لا علاء بقى كده على رجل بقى فاهم عمال فالمهم ايه انك في النهايه هتلاقي الواد الغلبان ده اهو طوله اكتر من مين؟ اكتر من علاء اشركاء اللي في سنه قالوا الكلام ده معايا دكاتره يبقى اذا الام بتديك هيستوري ان كان في بيريوس اوف ديلي جروث في الايه؟ في السنه الثانيه من عمره وبعد كده رجع ثاني ينمو ايه؟ ينمو طبيعي معايا دكاتره؟ طيب ما دام نموه اتوقف في السنه الثانيه بنلاقي دايما عنده ديلي جود ايج بسنه غالبا بتلاقي ديلي بسنه يعني مثلا تيجي تبص عنده في الاشعه تلاقي عنده 4 سنتر اروح انا قايل له عمره قد ايه؟ 3 سنين اسال ام عنده قد ايه؟ 3 4 سنين يبقى هو عنده ديلي جود ايج تقريبا بسنه اوصل سنه معايا دكاتره؟ فبتلاقي عنده ايه؟ في ديلي بون ايه؟ بقول لك في سنه بطل فيها نمو خالص. جسمه توقف فيه نمو خالص. معايا دكاتره؟ يبقى اذا بتلاقي عنده في ديلي ايه؟ بون ايه؟ دايما وجت في الكيس سيناريو هتقول لك ان اخوه الكبير او اخته الكبيره او او انا شخصيا واقع نفسها يعني تديك واحد من الفيرست ديجري او من السكند ديجري تديك اسمه يعني واحد من قرايبه الفيرست او السكند تقول لك ان هو كان عنده ديلي بيوروكي وديشن يعني كان البيبر اتاخرت والتسنين بتاعه اتاخر هتديك انتو ايه اوف دري بيبرتي اند ديمتيشن يعني الموضوع برضه موجود في العيله يعني برضه كان ليه اخ حصل في نفس الموضوع معايا دكاتره يبقى اذا هتديك ايه هيستوري اوف دري بيبرتي اند ديمتيشن الواد اللي بنتكلم عنه ده اللي هو اخوه كان عنده دري بيبرتي الواد القطار ده اللي هو كان صاحب علاج الواد ده برضه لما يوصل لسن بيبرتي هيحصل له برضه دري بيبرتي الواد ده كان هيحصل له ايه دري بيبرتي ودريت ديفلوبمنت اوف سكندري تك كاركتر الواد ده مش مريض الواد ده مش مريض بس هو جسمه كده عنده نمو بطيء عشان كده كل اللي بعمله له ان انا باجي عند السن اللي المفروض يحصل فيه سكندري تك كاركتر وتبدا البيوبر تحصل اروح انا ادي الواد ده لو كمل بالذات لو كمل اديله في التستيمون اديله ايه؟ في التستيمون انا هدفي ايه؟ ان اساعد ظهور السكند تك كاركتر واساعد حدوث الايه؟ البيوبرتي بس اوعى تدي التستيمون بدري لان لو اتاخد بدري بيعمل لك جيما فيو كلوزر وبدأ بيفرز وما بديله انت بديله عند بون ايج 12 ونص 13 كده معايا ده كده يعني لما تلاقي في الاشعه البون ايج بتاعه بقى 12 ونص او 13 يعني عمره الحقيقه هتبقى 15 سنه عمره الحقيقه هتبقى 15 سنه تقريبا او حد هديله ايه؟ سستيون ايه؟ عشان يبدا يعمل الدروبنت والسكندري تك يبقى خدت نوعين نوع اسمه الفاميليال ونوع اسمه الانستتيوشنال والاثنين مش مرضى يعني التعقم في النمو ما هوش سكندري تو اذر ديزيز ما عندهمش حاجه فنسميها نورمال ايه؟ فاريان طب لا وعلى فكره هم دول اشهر اسباب اللي بيشوف الطفل اشهر اسباب هم الكونستيتيوشنال والفاميليان معايا على فكره يبقى انا كده قلنا ايه؟ قلنا حاجه اسمها نورمال فاريان ناخد بقى الحاجات الابنورمال الابنورمال اول حاجه عندي السندروم في بعض السندرومز الوراثيه بيكون فيها ايه؟ السندرومز الوراثيه بيكون فيها تأخر يكون فيها شورت ستيتشر زي عندنا في اثنين مشهورين خدناهم داون سندروم وتيجر سندروم طبعا العيد نتكلم فيهم خدناهم بالتفصيل يبقى الداون مين والتيجر يبقى في اول حاجه اثنين مشهورين وفي عندي اثنين بالبي برادر ويلي سندروم ما خدتش شورت ستيتشر في البطن ما خدتش سمعت عن برادر ويلي سندروم اللي هو الاسباب برضه
الرياضه الاولى في النمو. مش انا بذاكر النخام الدوري مش يعمل ايه؟ اعمل النخام وظبطها دوري شيل النخامه كامله كده فاكر ده كله. يبقى في حاجه اسمها البرادر ايه؟ ويلي اندرور. يبقى البرادر ويلي ايه؟ اندرور. وفي مرض اسمه البروجيريان. مرض اسمه ايه؟ البروجيريان. وفي عندي كمان اثنين مع بعض. في عندي اثنين مع بعض كمان. السيكل سندروم اللي هو السيكل سيل ديزيز وكيس. يبقى السيكل سندروم وحاجه اسمها نونان سندروم. نونان ايه؟ سندروم. يبقى في عندي دوت سندروم وسيكل سندروم وبرادر ويلي سندروم وبروجيريا وسيكل سندروم ونونان سندروم. بص خدوا اسامي ما تعرفش عنهم حاجه. تعرف يعني خد بس هتساوي كده. انا عايز اعرف حاجه في وسط دلوقتي كلمتين كل واحد. يعني برادر ويلي ده الاخ اللي كان مولود عنده فوق السيستر ليفل فاليشن وبيدتي هايبو مونادزي لارو باي براسل دايلر. يعني وزن الزلة برادر ويلي متخلف وبيز من قبل وزني بيكون تخين وبيز بتلاقي قطه قطه قصير هنداء قصير كده بتاخد المد مركوب في بعضه يعني شورت باي برانتال دامتر شورت باي برانتال دامتر وهايبو مونادزي يعني هو كده ضايع الشورت السيستر ده. ده برادر ويلي ايه؟ طب بروجيريا اسمها بروجيريا بروجيريا بنسميها هوتشنسون جيبكوك سندروم. هوتشنسون جيبكوك سندروم ايه البروجيريا ده؟ اللي بيسميه دريماتيوك سنيرتي. دريماتيوك سنيرتي الواد ده بيعجز بدري وهو واحد من الامراض او مجموعه الامراض اللي بنسميها اكسلريتد ايجنج ديزيز. اكسلريتد ايجنج ديزيز الامراض اللي بيحصل فيها دريماتيوك ايجنج. طب بروجيريا ده بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل ازاي؟ بتلاقي بيقول لك عجوز عنده رينكل سكن عنده الوبيشيا شعره بيقع عنده اثيروسكلروزس. تخيل عيل عنده 6 7 سنين عنده صمت الشرايين كان وشه بتاعي بقاله 100 سنه عنده اثيروسكلروزس. وطبعا ما دام اثيروسكلروزس يحصل له اضرب من كده يخش الكورونري هارت يحصل له انجينا وهو لسه عنده 6 سنين يحصل له ايه؟ كارديا ترابل. كارديا ترابل وفي النهايه وعنده هاي ريسك اوف مالجنسي عجوز بقى عنده هاي ريسك اوف ايه؟ مالجنسي. العيان ده بيموت على 13 سنه العكس السوق عنده الكلام ده حضروش ما تحطش الكلام ده على نفسك عشان انت عايز المرض ده عباره عن ايه؟ السندروم ده نفس الكلام ده اكتب بروجيريا وخلاص ده اللي عليه حلو الكلام. انما السندروم ومكوناته والكلام ده حطيت النفس كده على الكلمتين يعني عشان بس ما تنسي تسمعه بالبطن البطن حتى ما انت ايه البروجيريا ده؟ البروجيريا اقصر سن بيموت في 29 سنه. البروجيريا اقصر سن عاش في الدنيا كلها 29 سنه بيموت. هو سببه ان عنده ميوتيشن في جين اسمه لامينا ال ام ان اي اختصار حاجه اسمها لامين اي بروتين جين. في عندك في الجسم بروتين اسمه لامين اي. لامين اي بروتين ده لازمته ايه؟ لازمته ان هو بيعمل لك اورجنايزيشن للسيلولر فانكشن. البروتين ده العقل المفكر للخليه بينظم شغل الخليه بالذات النيوكليوس يعني بينظم تكوين الدي ان اي والار ان اي. العيان ده بقى ما عندوش البروتين ده وعشان ما عندوش البروتين كل السيلولر فانكشن بايظه فبيحصل بريماتور ايجنج. بيحصل بريما تيور ايجنج. طبعا نو كيور از بريزنت نو تريتمنت. اللي عنده هيموت هيموت نو تريتمنت بيموت بيموت. اللي بيحاول يعملوه دلوقتي اللي بيحاول يعملوه جين ثيرابي بيحاول يعملوه بس بقول لك مفيش علاج موجود ليه خالص. لامين ايه؟ لامين ايه؟ لامين ايه بروتين؟ الجين اللي بيكونه اسمه اتش ام ان اي. موجود عندهم جرايم في الكروموسوم رقم واحد. معايا يا دكاتره؟ ده اللي هو ايه؟ اللي هو البروجينيوس. خطوة امراض ثانيه في البطن او خطوة امراض برضه بيكون فيها بيجماتور ايجنج بيكون ده بي ليه؟ ليه بيضرون قصدك؟ ليه بيضرون؟ لارون سندروم مش بيموت ده بي بيعمل صح ماشي. طب في حاجه كده غير لارون؟ غير لارون حاجه اسمها كوكايل سندروم خطوة امراض كوكايل سندروم. طب خدوا حاجه في الرمض في الجديه حاجه اسمها ديروديرما بيجمنتوزا. ديروديرما بيجمنتوزا موجوده في الجلديه وموجوده في الرمض. ما الناس بتقول اه وناس بتقول لا يبقى حد قراها. في فيرنر سندروم العمود المشهوره بتعمل ايه؟ حاجه اسمها فيرنر سندروم حاجه اسمها كوكايل سندروم جيلوديجما بجلسوزا وعقولها ده بروجيريا ده معايا ده فاكر. طب بعد كده عندنا سيكل سندروم خلاف البلاد. طب النونان عرف النونان؟ نونان اللي بيتكلموا في الموديفايد فيرنر ده عباره عن ايه نونان ده؟ نونان ده عيل مولود عنده شورت ستكشر وعنده شيست ديفورميتي وعنده جينيتال يورينري انومالي اللي عنده دايما هيتروكتيزم يعني تست كده اندرستاندد معايا دكاتره. يبقى عنده شيست ديفورميتي وعنده جينيتال يورينري وعنده شورت ستكشر ده اخونا مين؟ نونان سندروم.
يونان. انا بقول اللي عاوز يعرف، اللي عاوز يعرف انت عامل مطلوب منك ما مش عليك، يعني عاوز تعرف دماغك تحط الابراج دي اسمها ايه، دي امراض مشهوره هتقراها كتير في الجثه وفي الاطفال وفي البطنه هتعدي عليك. يبقى انت عارف ايه المرض ده، قلت اسمه خلاص معايا. قلت له ايه هتعمل ايه؟ ده جاب لك سكت سندروم، السكت سيت انيميا، دي كرونيك انيميا. كرونيك انيميا بيحصل معاها ريكرنت انفكشن كتير جدا، مش خدنا مع السكت ان هي من اشهر مشاكلها ريكرنت انفكشن. ريكرنت انفكشن بتتاثر لك على اي مكان في الجسم، وكمان لها ديسبلين كمان هايبرد بالنسبه فالوقت لما نعطوا بتكون مضروبة بيحصلوا الكرنت انفكشن، والكرنت انفكشن من الأدوية شوط التشخيص. لو عين عايز بالكونيك انفكشن زي تيجي مثلا او اي انفكشن من الأدوية شوط التشخيص ما بينوش. وعامة اي كرونيك انيميا ممكن تعمل شوط التشخيص، اي كرونيك انيميا مش بس السكت سندروم ممكن يعمل لك ايه شوط التشخيص. وخلاص معايا وصلنا لحد فين دلوقتي؟ خش بقى على الكرونيك ديزيز. يبقى احنا كده قلنا السندروم لستة، اثنين مشهورين اللي هم مين؟ داون ودونر مواد بقى شاب سنين، واثنين بي روجيريا وبرادر ويلز، واثنين مع بعض سكر ونونان. طب خش لي بقى على كرونيك ديزيز اند تريتمنت. بس انا جاي نخش على كرونيك ديزيز اند تريتمنت زي ايه؟ زي عندي في اربعه تيجي اربعه كرونيك. لو في كرونيك رينال ديزيز او لو عنده كرونيك انفلاماتوري باول ديزيز، كرونيك رينال ديزيز او كرونيك انفلاماتوري باول ديزيز او سيستيك فايبروز شخوط النار شخوط السكشن او سيستيك ايه فايبروز، او اخيرا لو بياخد كرونيك كورتيكوستيرويد ثيرابي. لو بياخد كرونيك كورتيكوسترويد ايه ثيرابي معايا بكده جميل قوي. وفي غير الاربعه في كيتمن ام مالجنسي ومال ابزوربشن، مالجنسي ومال ابزوربشن، وبيدم مع بعض ريكت وسكليتال ديسبليجيا، ريكت وسكليتال ايه معايا دكاتره. يبقى قلنا كرونيك ديزيز اللي هم مين؟ اربعه تي، سيستيك فايبروزس، كرونيك استرويد، كرونيك رينال، كرونيك انفلاماتوري باول، واثنين ام مالجنت ومال نيوتريشن، مالجنت ومال نيوتريشن، واثنين مع بعض اللي هم مين؟ اللي هم الريكتس والسكريتال ديس بريشن. طب نخش بعد كده على الاندوكراين ديزيز. في امراض كتيره اندوكراينال شوفي ايه؟ ليبيا البريجيا يا راجل، تقول لي ليبيا؟ تقول لي ليبيا؟ ملاك البريجيا صلحها بنفسك. اه محمد الناس اللي بس دول يا جماعه والله وانا كده بداية ولا كده مذكر يعني اه واحد في الكمبيوتر قال لي يعني واخد بالك معايا انت عارف صحيح ايه؟ السكيلة البريجيا دي مجموعة أمراض مذكورة بواحد، السكيلة البريجيا دي مجموعة أمراض خدنا منها حاجات في الجينيك. تفتكروا مرض اسمه أكوندروبريجيا؟ الكونتروبليشيا لما قلنا عيان عنده الجين اللي بيكون الكارتريج مضروب وبالتالي الكارتريج اللي كل جسمه مضروب. طب بلاش ده، خدنا حاجه ثانيه اقول لك زي ايه؟ زي الاوستروجينز امبرفكتا لما قلنا جين البون مضروب وبالتالي العيان ضايع. بلاش ده وده وده، اسمها حاجه اسمها فايبر بليشيا، اسمها حاجه اسمها نيورو فايبر ماتوزس. طب ما ده فايبر بليشيا الا اه وده ما هو نيورو على فكره لفظ كلمه بليشيا دي يعني ايوه مش بليشيا يعني نيوبليجيا وهايبر بليجيا وديس بليجيا مش بليجيا. فعامة كله بيمشي طبعا كله يعني احنا ما بنزقش معايا. المهم دي يعني مجموعة أمراض اسمها سكيليتا ديس بليجيا بيكون فيها تشوهات وشوط السكشن من الآخر بيكون فيها إيه تشوهات مع إيه؟ مع شوط السكشن. قالوا الكلام طب بعد كده ركز معايا. هات لي بقى اندوكراين ديزيز. اندوكراين ديزيز أي اندوكراين جلاند بتتحكم في النمو او ليها دور في النمو لو حصل فيها مشكله هيديك شورت ستيتش. يعني لو واحد عنده جروث هرمون ديفيشنسي دي اهم حاجه اللي بنسميها دوارفيزي. لو في بتسري دوارفيزي مهمه جدا لغايه دلوقتي. تاني حاجه لو في عيان معاك عنده الكورتيزون دايم يعني حاجه زي الدوشن. لو في ايه جلوكوكورتيكويد انكريز يعني انت عارفين الكورتيزون كتابوليك بيكسر جميل. وايه كمان لو عيان عنده سودو هايبو باراثيرويديزم خفضة في البطنة مصر ده سودو هايبو باراثيرويديزم اللي بنسميه ايه اورجان يعني الباراثيرويد زي الفل وبتطلع هرمون زي الفل بس الخلايا الريسبتور اللي فيها الفايروس. ما المفروض الباراثيرويد بيشتغل على الريسبتور في الخلايا. طب لو الخلايا ما فيهاش ريسبتور هيبقى الهرمون موجود وسليم بس الجسم ما بيستجيبش. هذا ذنب الجلاند مش ذنب الجلاند فنسميها سودو هايبو باراثيرويديزم. سودو يعني كذاب يعني هو ما عندوش هايبر باراثيرويديزم، باراثيرويد سليمه بس الجسم هو اللي بيستجيبش.
ومن حاجة خش بقى على موضوعنا عشان ثلاث عشر دقايق اللي هو بالنسبة لإيه؟ دور تيلر هناخد مثال على الشغل الفيتشر اللي هو البيتوتري دور تيلر يلا يا رجال بلاش كلام بقى هناخد حاجة اسمها البيتوتري دور تيلر ركز معايا يلا يا رجال ايه ده الدورفيزم ده؟ بتوعي الدورفيزم يعني نقص في جروس هرمون عيل حصل عنده نقص في جروس هرمون قبل ايه؟ قبل الكلوزر ومش هجبنا قبل الان احياء سنوى عامة العيل ايه؟ نقص عنده في جروس هرمون عيل نقص عنده جروس هرمون قبل ايه؟ قبل الكلوزر وبدأ يبنى فعاوزين نعرف ايه الاسباب ايه اللي يخلي البتوتري يتبطل ضخم جروس هرمون يعني ايه اللي يعمل لك نقص في افراز جروس هرمون تعرفوا لما ناخد جراحه هتلاقوا بطل ان يقول لك اي مرض في الجسم اي مرض لو عاوز تعمله ايديولوجي بالذات في الجلانس والحاجات دي ممكن تقسمها 60 خدتوا كمان في كونجنتال روماتيك انفلاماتوري يجيب لك ده ايديولوجي اي مرض يا اما يكون كونجنتال يا روماتيك ولما تاخد نسبه تنفسه هتلاقي مشترك النسبه كلها كده اي مرض 60 كده كونجنتال روماتيك انفلاماتوري يجيب لك اي مرض كده يبقى كونجنتال روماتيك انفلاماتوري نيوبلاس يعني هي الجزء اللي بتخ يعني تمشي يا كمان 60 يبقى كونجنتال روماتيك وايه وانفلاماتوري ونيوبلاستيك بس تحط معاها زائد كمان حاجتين ايه الحاجتين دول ايتروجينيك وريزيستنس ايتروجينيك وايه وريزيستنس ناخدهم واحده واحده اول حاجه كونجنتال كونجنتال لو العيان ده عنده ابليجيا او عنده ديسبليجيا او عنده انكتف جروث هرمون فاكرين لما خدنا في الثايرويد لفظ اسمه ديس هرمونوجينيسيس ديس هرمونوجينيسيس يعني الجراند موجوده وده الفل بس بتطلع هرمون بايظ هي حالاته موجوده بس بتطلع هرمون ايه بايظ مش شغال نفس الموضوع ممكن يحصل في الجدري وفي اي جلاند ان الجلاند ما تعملش هرمون صح نسميه بايو انكتف جروث هرمون أنا كلمة أجينيسيس كلمة أجينيسيس يعني الجراند أصلا مش متجوزش ليس جينا بقول لك أجينيسيس ليس جينيسيس يعني جزء فاريبل من الجراند بيكون ريبليس بفايبر التشو جزء فاريبل من الجراند يعني حتى طلع حتى كبير حصل الظروف بيكون ريبليس بإيه؟ بفايبر التشو بنسميها ليس جينيسيس أو ديسبريجيا معايا دكاترة يعني إيه كلمة سيبت أوبتيك ديسبريجيا اكتبوا جنبها كده اسمها ديموفيزيك سندروم انا مش عاوز ازود حاجه بشوف الثانيه ده اسم هو السيبس اوبتيك ديسبليجيا ده مرض اسمه ديموفيزيك سندروم ديموفيزيك سندروم او ما تكتبوهاش اعرف بس الاسم في دماغك يعني ده عباره عن ايه ده سندروم انا قلت بس عداه وخلاص بقول لك هي بنت الجبراس هو ده سندروم واد مولود كونجنتال عنده ثلاث حاجات كونجنتال عنده ثلاث حاجات اسمه سيبس اوبتيك سيبس اوبتيك جابت ليه كلمه اوبتيك العيان ده بيكون عنده مال ديفلوب او عنده مشكله في تكوين الاوبتيك ديسك اوبتيك نيرف مولود عنده مشكله في مين في الاوبتيك ديسك اند نيرف وبالتالي هيتولد عنده فيجوال ديستربنس شيء طبيعي حلو هو الاعمى بعد كده عشان انت مدها اوبتيك طب ايه سيبتو دي ايه سيبتو انتوا عارفين مش جوه البرين في فينتريكلز والفينتريكلز دي مفصوله عن بعضها بسبته بتواصل السيستم ده اللي بيفصل الفينتريكلز عن بعض اسمه سيستم بليوتيدال اسمه سيستم ايه بليوتيدال الواد ده بيكون مولود ما عندوش السيستم بليوتيدم ما عندوش مين السيستم بليوتيدم فبنسميها سيبتو اوبتيك ديسبريجي وبيكون مع الحاجتين دول في بيتوتري ديفيشنسي يبقى ده سندروم واد مولود عنده ابسنت سيستم بليوتيدم وعنده مال ديفلوب اوبتيك ديسك وعنده تالت حاجه بيتوتري ديفيشنسي اللي اكتشفها واحد فرنساوي جراح فرنساوي مخه اعصاب اسمه ديموفيزيك وراح مسميه على اسمه ديموفيزيك سندروم ديموفيزيك ايه سندروم ده اللي هو الايه حاجه اسمها سيبت اوبتيك انا بقول لك ماشيها زي بعضه بتفضل خلاص بقى بفتح التكلام زياده تعرف بس ان في ديسبريجيا او ابريجيا او غير الاكسس ده الموضوع حلو الكلام ان كده مش عليك انا بس اسامي المرض اسم المرض وخلاص معايا يبقى احنا قلنا ايه قلت عندي اول حاجه كونجنتال ثاني حاجه بعد الكونجنتال في عندي تروماتيك تروما خبطه في دماغك حصل لك نزيف السيله فيبتيكا والبتال ايه اتظبطت طب بعد كده اي انفكشن او انفلاميشن زي تي بي زي السيتوزيس اي حاجه بقى الان نيوبلاستيك سواء ورم طالع من البيضه شخصيا او ورم طالع من فوق البيضه ومتك عليها
يا اما الورم طالع شخصيا من الفيزيكال يا اما طالع من فوق الفيزيكال ومتفك عليها تعمل شيء اصلا. حلو الكلام. الورم اللي يطلع من الفيزيكال ده غمرتوله. الورم اللي يطلع من فوق اللي بنسميه سوبرا تيلر، سوبرا تيلر زي الكرينيوم فارينجيوم. حلو الكلام. الكلام مش جميل طبعا، والكلام مش زي انا عارف والموضوع فيه كلام كتير، بس اعرف عشان اديك نفس الكلام بالحق عارف تتنفس نفس الاسباب والكلام ده، بس بقى عارف انا ايه معنى الكلام ده. عملت ايه بقى؟ يبقى كده قلنا ايه؟ النيوبلاست هيتوجينك. لو انت شلت البروتين عمليه فيها ورم فيها حاجه وشلتها او عملت لها ايرادييشن مظبوط برضه. طب ريزيستنس ركزوا معايا، دي بقى عندكم بطه والله العظيم وراجل استعيلها من شويه اهو، الراجل قاعد بيقول لي ده احمد طاش، احمد طاش دي استعيلها من شويه وبالك معايا. مش هطلع انا بالبطه فيها اللي يجي لاروز من روز ليه بالارون؟ ايوه هو الراجل قالها انتوا حطوها. حلوه قوي قوي. ليه بالارون ده مشكلته ايه بقى؟ ليه بالارون ده عنده رسوم على الرجل؟ ده احنا بنسميه اند اورجن ان ريسبونسبل. يعني ايه برضه؟ اكتب جنبه كده ديو تو اي جي اف 1 ديفيشنسي. ديو تو اي جي اف 1 ديفيشنسي. الارون سندروم ده الارون هايبوزاريز بيكون سببه نقطه اي جي اي جي اف 1 ديفيشنسي. اي اس 1 ديفيشنسي اللي هو انسولين لايك جروث فاكتور 1. انسولين لايك جروث فاكتور 1 بص يا دكاتره هو بيغص هرمون بطول واصلا بيعمل حاجه اسمها هرمون تافه تافه تافه. هو ملوش شغل ولا نيله. هو بيعمل ايه؟ طلع الهرمون بص بقى اتفرج الهرمون اتفرج يروح على اي خليه. كل خلايا الجسم فيها مستقبلات لجروث هرمون. كل خلايا الجسم فيها ريسبتور لجروث هرمون. لما الهرمون يمسك في ريسبتور يمسك في ريسبتور اهو اول ما الريسبتور يشتغل يبدا يتفرز جوه الخلايا حاجه اسمها سكند ميسنجر اللي بنسميها السوماتو مدين. السوماتو مدين اللي هم ميديات اوف جروث. السوماتو مدين اهم واحد فيهم ماده اسمها اي جي اف 1 اللي هو انسولين لايك جروث فاكتور 1. ده بيطلع هو اللي يعمل لك الاستروجيك اكشن في الجروث هرمون. يبقى الجروث هرمون يمسك في الريسبتور يطلع اي جي اف 1 يروح مديك الاسبكت. طب لو انا قلت لك ان في بعض الاشخاص مولودين عندهم ديفكت في الريسبتور ديفكتيف ريسبتور يبقى هينقص عندهم افراز الاي جي اف 1 مع ان جروث هرمون سليم نسميه ليجي لارون كوندروم او لارون ايه؟ لارون ايه كوندروم. يبقى لارون كوندروم سببه نقص الاي جي اف 1. طب ليه نقص الاي جي اف 1؟ عشان في ريسبتور ديفكتيف. عشان في ريسبتور ايه؟ ديفكتيف. فدي حاجه كده حلو قوي. ده اللي هو ايه كده ديفكتيف. نخش بقى على الكلينيكال بيكتشر. الواد بتاع الدورفيزم ده هيبقى عامل ازاي؟ ساعة الولادة هتلاقي عنده حاجة ولما يكبر هيبقى عنده حاجة تانية. حلو الكلام؟ ركزوا معايا. تيجي تشوف غباوة ساعة الولادة. الواد ده بيكون مولود كومبليتلي نورمال. الواد ده بيكون مولود كومبليتلي نورمال. صوره طبيعي ووزنه طبيعي. لأن أساسا الجروث هرمون إن يترو ملوش دور. الجروث هرمون إن يترو ليه مينيمال أكشن. ليه مينيمال يعني دوره ضعيف قوي إذا تكون العيل. في وزنه وطوله وكده. حلو الكلام؟ بالذات في الفيميل. في الفيميل نورمال. الفيميل رول انما في الميل بيلعب دور بطيء. عشان كده ساعات بقول لك ساعات مش دايما. لو كان ولد الاقيه مولود عنده ثلاث حاجات ناقصين مايكرو كيفالي وهايبوغلايسيميا وهايبوتونيا. ساعات انما من حيث الطول والوزن بيكون نورمال معايا دكاتره. يبقى الواد ده بيكون مولود ساعات لو كان ميل بتلاقي عنده هايبوتونيا وهايبوغلايسيميا ومايكرو كيفالي ثلاث حاجات ناقصين. انما ان جنرال بنلاقي المعظم ولد او بنات نورمال. حلو الكلام؟ طب وبعدين؟ نمرة اثنين خد بالك معايا لما يكبر هيبدا بقى يخش في المنظر اللي احنا بنسميه دوار دوار فيلم. طيب ايه بقى الاخ دوار ده؟ اولا من حيث الطول والنمو الجسم بتاعه هتلاقي عنده شورت ستيتشر. هتلاقي عنده شورت ايه؟ ستيتشر. طيب هتلاقي وشه في حاجات مميزه هو فاشل زي الداون كده وزي الكريتينيزم هو فاشل وبرضه بتلاقي رقبته فيها حاجه وحاجات مميزه والاكستريمتيز فيها حاجات مميزه والجينيتاليا فيها حاجات مميزه. يبقى ناخد حاجه حاجه. جسمه قلنا شورت ستيتش. وشه بتلاقي دايما لما تفتح كتاب الميكروبيا في الفيسيولوجي او اي كتاب عندك في الصور هتلاقي دايما يجيبك الدوار والقصار كده وقلب وراسه مدوره وشه مدور كده دايما دايما والله مرسوم بتلاقي وشه دايما كده. بتلاقي عنده راوندد برود فيس. راوندد برود فيس. وبعدين بتلاقي عنده دول قابين لبره الواد غبي يعني عنده الفرنسا البروسيس ايه؟ طلع ده برضه. حلو الكلام؟ بعد كده خد بالك معايا. تيجي تبص عنده كمان بتلاقي فيه ديبريز نيزل بريدج. تلاقي بقه والمجزله صغيرين. هو مسمسم يعني. حلو الكلام؟ يبقى اذا بتلاقي وشه مدور وعنده برومنت فرنسا البروسيس
عنده the breast, the nether breast, عنده the small mandible والشني. كل حاجة عنده بسيطة كده. قالوا الكلام خش على الأب. بتلاقي الأب والكوكب ملوش رقبة. الواد ده ملوش رقبة. يعني راسه جاية كده شاطر للجسم. ملوش رقبة. مكوك. عنده شوك ليه. وإيه كمان؟ ولو جيت تبص من جوه لو فتحت الأب بسكينة وحطيت جوه على اللجنة هتلاقي اللجنة تكون صغيرة. يعني عنده سمول إيه؟ سمول لجنة. وعشان عنده سمول لجنة بتلاقيهم عيال متسعة. كلهم متسعة. يعني هاي بيتش بوي. عندهم هاي بيتش ليه؟ بوي. طب بعد كده بص عنده على الإكستريميتي هتلاقي أولا إيديه بنلاقيها قصيرة وعريضة. برود هاند قصيرة. قالوا الكلام بتلاقي عنده إيه؟ سمول هاند. ثاني حاجة بتلاقي إن عنده إيديه ورجليه بروبورشن عنده بروبورشن تلمس. بروبورشن تلمس تروح تعتمد بيها الجنب دي اهو تروح الجنب الظريفة ايه؟ تقسيمة ثانية تشوف القشرة. الكابتن عندك في البطن عشان تفرقها وش واحد وخلاص. ولا كانت تبقى فرقة حاجة تفرقها جات وغيرها. يعني التقسيمة القديمة وغيروها عشان التقسيمة القديمة اللي هو الفاريانت والجوز الفاريانت تقسيمة جديدة. لما التقسيمة القديمة كان يقسم لك الشورت القشرة يا اما بروبورشن يا اما ديس بروبورشن. دي على فكرة تقسيمة قديمة. يا اما بروبورشن يا اما ايه ديس بروبورشن. عشان بس تطلع في الراوند او في المعارضه هنا الصوت بيقولوها برده بس انتوا ما جبتوش ولا كنتوا جديده شال التقسيمه دي وحط التقسيمه بتاعتها لان هم الفاريانت وما تروحش الفاريانت دي معايا انا فاكر ميه يوت بي وبط ميه اوقات الميه معايا انا فاكر يبقى احنا كده قلنا ايه في بروبورشن وفي دي بروبورشن طبعا خطوه في البطنه يعني ايه كلمه بروبورشن وين المفروض نورمالي طولك الهايت بيساوي الاسبان ايه الاسبان اخليك تقف وتشوف هناك اللي هو على الاخر واشوف المسافه من التيب اوف ذا ميدل فينجر للتيب اوف ذا ميدل فينجر المفروض دي تساوي طولك ده النورمال هايت تساوي الاسبان طب الواد الايرز الصغير ده ممكن يقصر بس مع الاحتفاظ بالنسب يعني هو قصر بس لسه الطول قد الاسبان اروح اسميه بروبورشن يعني القصه المتناسب القصه المتناغم مع بعض انه الكلام في تناغم في خارج قالوا الكلام يبقى كده قلنا ايه؟ ده اسمه بروبورشن للشورت ستكشر. يا اما تلاقي الواد قصر وباص بقى. الواد يعني خلاص بقى يعني مناديل. يا اما دي اطول من دي او العكس. يعني يا اما تلاقي ان الهايت بقى اكتر من الاسبان او العكس. امراض وامراض. يعني حط نفس المرض صار في حالات وحالات. يبقى كده قلنا ايه؟ في امراض بروبورشن وفي امراض ايه؟ مش بروبورشن. اكتب كده البروبورشن البروبورشن كل الاسباب. البروبورشن كل الاسباب ما عدا ومش عارف ويديك مليون حاجه وفي الوسط يقول لك منتال ريتارديشن
او صاب نورمال اي كيو غلط اي كيو نورمال الاي كيو في معظم الحالات نورمال معايا كده في بقى حاله خاصه جدا 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 احنا اتفقنا من اسباب الجزئي هو الفيزيك لو في تيومر والتيومر دمر مين شفتوا كيس نايل اللي جت في البطنه شوف اول اتفقت هتبقى شفت كومنت بالفرق هي الفرق الثانيه ايوه لما جاب لك اكروميجا اللي اتكلمت عليها بسبب التيومر ما هو برضه يعني لما جت لما التيومر حاجه من الاثنين لو كان تيومر طلع بريدر لو كان تيومر طلع بريدر في الاول بيعمل هايبرتكيشن وبعدين ريدكشن يعني ممكن يعمل اكروميجالي وفي الاخر يقلب بايه؟ بريدوستيكيشن يا اما التيومر يكون طالع من بره من بره الجزري فيتك عليها ويعمل بريشر اتروفي كده او كده ان اي تيومر ايفنشوال هيعمل لك هايبو فانكشن حلو الكلام؟ خد بالك معايا جاب لهم السنه اللي فاتت كيس تراجع عيان عنده كذا وكذا 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 عرب جزري زي ما الكتاب بيقول وراح حط معاها كان عنده هيدك وفيجوال ديستربنس هيدك وفيجوال ديستربنس عشان يعرفك ان عنده انكريز في الانتراكرينيال تنشن عشان يقول لك يا عم ازاي ده تيومر ده تيومر عشان تقول له موست بروبابلي بسبب التيومر هو اسكوميجن بس ايه الايتيولوجي موست بروبابلي بسبب التيومر بعمارة الايه؟ الهيدك والفيجوال ديستربنس يروح تبقى دي معايا يا دكاترة طب عاوزين نشوف بقى لو في ورم طلع من البروفيزوري ايه اللي هيحصل؟ العيان ده هيكون انيشيالي نورمال هيكون كويس ولما يحصل له الورم هيبدا التدهور يحصل حلو الكلام طب وبعدين طبعا الورم لما يطلع معلش يعني مش هينقي بس جروس هرمون يعني مش هينقي الاسيدوفيل الاسيدوفيل سيلز يضربها بيضرب كله يعني يجي في الاسيدوفيل ويعمل بريشر اضرب في الباقيين فكله هيبوظ يعني بالاخر هتلاقي العيان ده عنده مالتيبل بتوتري ديفيشن عنده مالتيبل بتوتري ديفيشن اللي بنسميها بان هاي واي بتوتريزي خد بالك معايا يعني من الاخر هتلاقي عنده في نقص في تي اس اتش كمان يبقى يحصل له ايه؟ لما يلاقي تي اس اتش يحصل له هايبوثيروليزم ثاني حاجه هيسقط عنده الاف اس اتش والال اتش يبقى حاطط له هايبوجلايديزم هيسقط عنده الاي سي تي اتش او بنقصه الكورتيزون وعامل هايبوجلايسيميا هيسقط الاي دي اتش يبقى عامل دايابيتس انسيبيدر هيسقط جلوس هرمون هيبقى عامل دورفيزم معايا ده كده غير كده اوعى تنسى ان ده ورم يعني هيزود الانتراكريال تنشن وهيعمل اعراض الزياده الهيدك والكومنتنج والعرض ده حلو الكلام خش على الانفستيجيشن الانفستيجيشن بتاعتنا ايه ده العجز المنطقي لما يخلص تيومر من التوحيد وخلص هرمون ونفسه وخلص العمال بيتلوي هرمون انا جاكا لما يطلع لك ورم من جيران لما يطلع ورم من جيران نقول كده انتوا مش حاطوا مثلا من اسباب السايروكسيجوز لو في ثايرويد كلوت ما هو اي تيومر بيطلع بدل في تيومر موجود بيحصل حاجه اسمها اوتونوماس سكريشن اوتونوماس سكريشن يعني ايه؟ يعني السكريشن ما عادش ماشي حسب الاجهزه ما عادش ماشي حسب نماج الجسم ده التيومر بيطلع بالهبل بيقعد يفرز 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 يعمل هايبر بس ايفينشوالي في النهايه بيحصل هايبر الخلايا بتتدمر احنا خدنا السكريشن والكورس ده هايبر بس انيشالي هايبر انيشالي هايبر لو طلع الورم طلع من الجيران لو الورم طلع من الجيران امال لو ورم طلع من جنب الجلاند وعامل بريشر اتروفي من اول هايبر يبقى من اول هايبر فاهمين حاجه ده اللي هو ليه كده الكلينيكال بيكتشر انفستيجيشن بقى اولا قبل ما اعمل انفستيجيشن قبل ما اعمل انفستيجيشن الدورفيزم لازم اكسكلود اي سبب ثاني يعني خد انت من الام افحص الولد وخد قياسات اكسكلود ان عنده اي كرونيك ديزيز حلو الكلام بص على التي اس اتش بص على التي اس اتش التي اس اتش لازم يكون نورمال عشان اقول ان ده ايزوليتد دورفيزم لازم التي اس اتش يكون نورمال لان لو كان واطي يبقى الموضوع مش دورفيزم ده الموضوع ده الهايبو بيوتيريزم يبقى اذا لازم يكتبوا الحاجات وبعدين ابدا اعمل الانفستيجيشن بتاع الجروس هرمون اولا هبدا اقيس عنده جروس هرمون في الدم خفف الفيسيولوجي ان جروس هرمون بيتشرب من البيوتري انبصر يعني ايه انبصر؟ يعني الجلاند مش بتفرده متواصل دي بتفرده ان شوت كل ساعه الا ربع تقريبا وان شوت معانا كده يبقى اذا الجلاند بتفرد الهرمون ان شوت بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت في اوقات معينه من اليوم هتلاقي الهرمون عالي قوي عشان انت الجلاند ايه؟ فزاه وخلال ساعه الا ربع يكون اتكسر واتدمر فبتلاقي على اخر الساعه الا ربع او على اخر الساعه الهرمون ايه؟ وطي يعني جروس هرمون بيحصل له حاجه اسمها سيركيديان فاريشن بيعلى وبيوطى بمعنى ايه؟ ان احتمال على حظك الاسود تكون انت واخد العينه من العيان في اخر الوقت فتلاقي الجروس هرمون ايه؟ واطي
تروح انت حاكم عليه وقايل ده عنده نقص بالافراط. لا ما انت ما عندوش نقص، بس انت خدت العينه في وقت معين نورمالي بيكون فيه الافراط نقص. قالوا الكلام علشان كده ما ينفعش اخد، ما ينفعش اشخص الا لما اخد ثلاث عينات. اخد ايه؟ ثلاث عينات اسمهم ايه؟ اولا بخلي العيان جاي لك طايب، خد الطايب ويجي الصبح اخد منه عين الدم بيزل. اخد منه ايه؟ عينه اسمها بيزل، اشوف فيها البيزل سكريشن وايه في الجروس هرمون الافراز الطبيعي يعني. وبعدين ابدا اعمل ستيميوليشن للجروس هرمون سكريشن. انا هعمل حاجات تحفز البيزل. ايه بقى الحاجات دي؟ يبقى قلت لكم كده، اول عينه بيزل، ثاني عينه اسمها اكسرسايز انديوس. اكسرسايز ايه؟ انديوس. اخلي العيان يطلع على العجله ويعمل اكسرسايز، لان الاكسرسايز بيعمل هايبوغلايسيميا والهايبوغلايسيميا بتحفز البيزل وطلع جروس هرمون. معايا دكاتره؟ العينة الثالثة باخدها بطريقة من اثنين. يبقى قلنا ثاني عينة اكسرسايز انديوز، ثالث عينة باخدها بطريقة من اثنين. يا اما ادي العيان ده انسولين عشان يعمل ايه؟ هايبوغلايسيميا لو عامل لك زيادة في الافراز، يا اما اديله كولونيدين لان الكولونيدين بيعمل هايبوتنشن والهايبوتنشن برضه بيحفز الافراز بيقص النور. يبقى اذا العينة الثالثة يا اما انسولين انديوز يا اما كولونيدين انديوز. معايا ده كده؟ ايه؟ بس معاك الجديد اكسرسايز يعمل لك هايبوغلايسيميا خفيفه، فانا كده ايه؟ قست مستوى الافراز، او حصل هايبوغلايسيميا واشوف مستوى الافراز ثاني. معايا؟ بصوا بقى يا جماعه اسمعوني، لو في اي حطيت دماغك حفظها كده خالص، لو في اي عينه من دول، لو في اي عينه من دول الجروس هرمون عدى 10 نانو جرام اكسكلود وركر. لو في اي عينه من دول لقيت جروس هرمون اكثر من 10 نانو جرام معناها ان الفيزر زي الفل وجروس هرمون زي الفل. معايا دكاتره؟ دي اول حاجه بعملها. طب هل ممكن اعمل حاجات ثانيه؟ اه حاجات برضه لازم اشوف كميه الاي جي اف واحد. ما قولها تكون ناقصه في حالات مين؟ اللارا مثلا، يبقى ابص على الاي جي اف واحد. طب في حاجه ثانيه مهمه قوي 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 قوي، ركز معايا كده. مش احنا عارفين ان اللي بيتحكم في الجلوتين ايه هيبصمص؟ هيبصمص ايه؟ بتطلع هرمون اسمه ايه؟ عندكم الدكتور على فكره زفت زفت يعني. بيطلع حاجه اسمها الجروس هرمون ريليزنج هرمون اللي هو الجي اتش ار اتش. الجي اتش ار اتش بيروح للبيتوتاريت بيطلع مين؟ جروس هرمون. طب لما اقول لك ان الجروس هرمون ناقص يبقى انت في دماغك حاجه من اثنين، يا برايمري يعني البيتوتاري هي اللي بايظه، يا سكندري يعني الهايبوثالامس هو اللي بايظ. طب افاجئ ازاي؟ اعمل حاجه اسمها جي اتش ار اتش تشالنج. جي اتش ار اتش تشالنج يعني ايه؟ يعني العيان يجي لك اروح اشوف عنده كميه الجروس هرمون لقيتها واطيه اروح مديله جي اتش ار اتش. فاكرني لما ياخد الجي اتش ار اتش لو الجروس هرمون عالي معناها ايه؟ ان كانت مشكلته هيتخرب. بقى مرض ان اول ما خد من بره جي اتش ار اتش الجروس هرمون عالي. معايا دكاتره؟ مفيش حاجه. في الاخر اعمل اشعاعات بقى في ام ار اي على الدماغ عشان خاطر تشوف لو في ورم، لو في كالسيفيكيشن، في عبط من ده. اعمل اكس راي على الدماغ برضه، واكتب كمان على الليفت هاند. اعمل اكس راي على الليفت هاند عشان اشوف الايه؟ الجود ايج. كل الانفستيجيشن بنعملها حاجات روتين يعني. معايا دكاتره؟ دي الانفستيجيشن. اخر حاجه التريتمنت، طبعا اولا تريتمنت اوف ذا كوز، ثانيا اهم حاجه عندي ريبليسمنت ثيرابي. ريبليسمنت ثيرابي هديله ريكامبلنت جروس هرمون، ريكامبلنت هيومن جروس هرمون. معايا دكاتره؟ مش عاوز الدول اللي اسمه في الصيدليه هو مطروب، اسمه هو مطروب في الصيدليه هو مطروب، هو مطروب اسمه الاسم تجاري. في واحد ثاني اسمه مطروبين، هو مطروبين نوعين مشهورين، مطروبين ومطروب. يا سلام تجاري، هو مطروب، هيو مطروب، اتش يو ام اي تي ار او بي، يو مطروب، وسو مطروبين. يا سلام تجاري للجروس هرمون، معقوله الصغيره. تعرف بس اللي بيتاخد تحت الجلد، بيتاخد تحت الجلد، الجروس هرمون تحت الجلد. معايا دكاتره؟ مش عايز دول، خد بالك معايا. طبعا لو عنده اذر ديفيشنسي، يعني لو كانت عنده البيتوتري كلها مضروبه يبقى ياخد ريبليسمنت للاذر، تي اس اتش ريبليسمنت واي تي اتش ريبليسمنت وهيعيش. حلو الكلام؟ طب هفضل ماشيه على الجروس هرمون لحد امتى؟ لحد ما يرجع جروس هرمون؟ لا، بفضل اديله جروس هرمون لحد سن 16 سنه في الولاد و14 سنه في الايه؟ اتفضل.